هو جاك ما فقط راح يخاف. هو هذا صار بيدي يخاف كانت ما لك علاقه بالموضوع هذا. كريس بول ترستر هذا بيهجم في جهتك، هذا نصيبه وانت نصيبك، هذا كان سعيه هو سعيه. ولكن سبب العقليه للاسف الشديد الواحد يخاف من هذا الموضوع فيشعر بالتهديد، ما يشعر بالراحه، ما يطلع رزقه مثل ما طلع رزقه علينا بمبدأ وبسعى استفيد واتعلم منه. طيب فهو يخاف من هذا الموضوع يشعر بالتهديد ويعمل انه بيدخل موضوع المغامرات. ليش انا ما حصلت ما حصلت؟ بينما الشخص الثاني لا، الشخص اللي عنده يتحلل عقليه النمو كان نجح. انا ما عدت على ابو عمار ثلاث شهور نجح هذه الصورة. أنت ليش تشوف نفسك في المرآة؟ طبعاً الصورة عبارة عن قط. طيب هذا القط جاي يشوف نفسه قطير صغير أخطط من القط اللي هو فيه. طيب أو يشوف نفسه أسد. فهل ترى أو هل ترى أنت أنك هرة أم هبة؟ أنت هل ترى نفسك انك قط يا قط ام اسد؟ وجود سلوك ناصح، سلوك هذا الشخص صادق في تعاملاته واموره. تعرف ان الهويه هي اللي اثرت على ذلك السلوك تاثير على الهويه. هل هذا الشخص هل هذا او هذا الطفل او هذا او حتى هذا الشخص او حتى نحن، هل نحن نرى انفسنا عمالقه ام اقزام؟ هنا يتحدد سلوك باذن الله وبقوه الله وبعزه الله ستكون ان شاء الله اذا ما اليوم. الإنجاز لا يتخطى الهوية، لا يمكن. الإنجاز لا يتخطى الهوية. ما يمكن يكون إنجازك أكبر من هويتك. ما ممكن تكون دائما وهويتك هي أقل من دائما. ما ممكن تكون ديدي وهويتك هي أقل من ديدي. فأحذر هذا الموضوع.